في 14 اكتوبر 2014 تم اطلاق موقع تسو. موقع تسو او الشبكه الاجتماعيه تسو هو مشروع استثمر فيه 4 شباب من امريكا 7 ملايين دولار. هذه الشبكه تعتمد على مفهوم بسيط يمكن المستخدمين من توزيع وتبادل المحتوى الاصلي تماما كما يفعلون في جميع الشبكات الاجتماعيه الاخرى. يقوم تسو بمشاركه العائدات الوارده من الاعلانات والشركات الراعيه والشراكات، ويحتفظ ب10% من هذه العائدات لتغطية النفقات الخاصة بالمنصة والأمور التقنية. أما المتبقي منها فإن نصفه يذهب إلى المستخدم الذي قام بإنشاء المحتوى، بينما يتم توزيع النصف الآخر إلى سلسلة الأصدقاء على شبكة المستخدم. لفهم هذا الأمر بشكل أكبر سنأخذ مثالا توضيحيا حول 4 أشخاص: A و B و C و D. قام A بنشر محتوى ما، ومن ثم قام B بمشاركته، وبعد ذلك قام C بمشاركة ما شاركه B، وأخيرا شاركت D ما شاركه C. ولنفترض أن هذا المحتوى أدى إلى عائدات بلغت 100 دولار. أولا 90% من العائدات سوف تذهب إلى المستخدمين، وفي حالتنا هذه هي 90 دولارا، بينما يأخذ تسو 10% أي 10 دولار. ثانيا يتم توزيع العائدات الخاصة بالمستخدمين بالشكل التالي: المستخدم A والذي قام بإنشاء المحتوى يحصل على 50% من 90 دولارا أي 45 دولارا. المستخدم B يحصل على 33% من 90 دولارا أي 29.70 دولارا. المستخدم C يحصل على 11.1% من 90 دولارا أي يحصل على 9.99 دولارا. المستخدم D يحصل على 3.70% من 90 دولارا أي يحصل على 3.33 دولارا. هي طريقة جميلة لمشاركة الأرباح. قد تقوم العديد من الشركات الأخرى بتقليدها، وتهدف الشركة من خلال هذه الخطوة إلى مساعدة المستخدمين على جني المال من وراء مشاركة المحتوى. كيف يتم الحصول على المال؟ على الطرف الأيسر من الشريط الجانبي يوجد تويب يدعى بانك، والذي يمكن المستخدمين أن ينقروا عليه ومن ثم على استيراده، وحينها يمكنهم إتمام طلب الحصول على المال، حيث ستقوم تسو بإجراء بعض العمليات التحقيق قبل أن ترسل الشيك إلى المستخدم. لكن المستخدم لن يستطيع طلب الشيك إلا عندما يصل مجموع الأموال على موقع تسو إلى 100 دولار أو أكثر. يبدو أن الاتجاه الجديد في عالم الشبكات الاجتماعية هي الدفع مقابل ما ينشر فيها، وهو في الحقيقة اتجاه ربما سيجعل فيسبوك تعيد النظر في سياستها، خصوصا في إجبار المستخدمين على الدفع لها. أتمنى أن يكون الشرح قد لاقى إعجابكم، وفي لقاء آخر إن شاء الله.